اقول اقول حق الاتحاد يا تبونا يجيبونا حكم صح ولا خلونا على فيلم ذا وفوز الغاتسيه هذا مو معترف فيه وجايك من الكويت حبيبي الدوري حق الرمز خالد الغالب محمد ما تشمون الشمس والدوري تعالي بتعب الدوري ورنا ورنا ملايينك بالدوري حبيبي هذا ملكي هذا غاتسيه غاتسيه وطن وغاتسيه من حضر اللي معجل يلا مع السلامه اقول له خسران 1-0 تبدل لي لاعب مدافع يعني هذه انا اشوفها علامه استفهام على المدرب وكذا لعبه حتى لعبه السالميه مع ان فزنا على السالميه لكن حتى لعبه السالميه كان المدرب سيء الحمد لله رب العالمين ينالهم للمنصوريه واكدنا الصداره بالمنصوريه وان شاء الله بعد اسبوعين جايينهم كيفان اهل كيفان هناك خلي خصم الاستقلال جايينهم هناك تلعبون بالحكام تتغيرون جداول الدوري هالسنه قد تساوي بناخذ من المنصوريه وناخذ من كيفان خاصه على اللي يرضى واللي ما يرضى السلام عليكم كنا نتمنى ان المدرب اليوم يعني شو 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 يعني بدل بسرعه يبا انت عندك مشكله مع فيصل عجب فيصل عجب اتمنى ما اشوفه ما ثاني يلعب خلاص فيصل عجب يعني اكتفينا منه احنا الامان نبي مهاجم ثاني غير الامان احنا بس طلعت فيصل عجب ولو انه كان علي خلاف دش من البدايه اللعب تغير فيصل عجب انتهى ما ادري متى نفوز على القادسيه صراحه ما ادري متى نفوز على القادسيه يعني الاداره ما ادري جايبين لي محترفين ما في ما منهم فايده كلش شوف انت تبي تفوز يا اخي تنظيم نظم الفريق لاعب الوسط راجع ورا لاعب الهجوم راجع نظم الفريق يا اخي جيب محترفين على مستوى ما عندكم فلوس سووا صندوق احنا الجمهور ندفع فلوس انا مو خسران لا مو خسران ليش حكم ما تعرف تحكم اطلع برا اتحاد ما تعرف تحكم يبو حكم غيره لا تحكم انت اللي يقول التحكيم ما تحكيم وفار مجرم خلاص سكزرت حبيب قلبي من سنة 2001 اللي قال حديقتنا ترى ما لهم حبيت اوجه رسالة اللي قالوا ناكل حب اللي قالوا ناكل كيك اللي قالوا نشرب شاي اللي قالوا نشرب ماي كلينا حلينا مقبلات سوينا كل شيء وينك جيتني بس ما شفت احد جيتك بس ما شفت احد دوري عندي الحين دام انك طفت اقوى مدرسه دفاعيه فاتصور انه ما في ولا شيء قدامي لا الحمد على 3 نقاط مبروكين جماهير القادسيه ارض الجماهير العربي ومثل ما قلت المباريات هذه بالذات بين القادسيه والعربي والله العظيم الاتحاد الكويتي كل اسبوع سوي لي كذي مباراه كل اسبوع سوي كذي مباراه شوف الكويت ايش حالاته سوي كذي مباراه عشان الرياضه الكويتيه تنتعش والله المباراه نفس الفريق نفس المستوى بس العربي ما عندهم واحد يخلص مدرب يلعب الدفاع مثل كاس ولي يلعب ينطر على البلنتيات يلعب حق البلنتيات حظك نصيبك هذا مدربه وكان إدارة كذي قائمة واحدة ومختلفين وتفكير وكلها بالانتخابات وشلون ينجحوا حق الانتخابات الجاية يخططون لها ما عندهم خطة عمل ولا شيء تشتوي بالنادي يعني شتوي يصير بدعوا مع أن غيابات عندنا مثل بدر مطوع غيابات أخرى في نادي القادسية الله يعطيهم الصحة والعافية رجال ما قصروا وبإذن الله تعالى الغاد مفضل بإذن الله وحريقة حريقة 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 حرقناهم حرق أبي أسأل سؤال للعرباوية آخر مرة متى فازوا على أرضهم بين جمهورهم هذا النادي هو ما تغير حتى المدرجات للأسف الشديد إنه كأنه جسر المنقف اللي غرق ويعطيكم العافية